الحمد لله. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وحد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتشاء أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر وتشاء أنت من الحياة غنيمة ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى جاهدا في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر والله يمنع إن أراد بحكمة لا بد أن ترضى بما حكم القدر. وحد الله. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله سكن الفؤاد فعش هنيئًا يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه عيش الرغد لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد أو لو رأى النمرود نور جلاله لعبد الجليل مع الخليل وما عند لكن نور الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الفرد الصمد صلوا على سيدنا محمد. هذه هي الجمعة الأولى بعد عيد الفطر المبارك وتأتينا هذه الجمعة محملة بعدة رسائل. الرسالة الأولى عنوانها لا تضيعوا مكتسبات رمضان. إننا في شهر رمضان ربحنا أرباحا ومن الحمق أن نربح ثم نضيع المكاسب هباء منثورا كأننا لم نربح. لقد ربحنا في شهر رمضان الصيام، والصيام ليس في رمضان فقط، الله يفتح باب الصيام بعد رمضان، فلا تحرموا أنفسكم من الصيام بعد رمضان ولو أن تصوموا يوما واحدا كل شهر. لا تحرموا أنفسكم من عطاءات هذه العبادة النورانية الروحانية العلوية التي فيها تشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولو أن تصوموا يوما واحدا كل شهر بمعدل أن تصوموا 11 يوما قبل أن يأتي رمضان القادم على خير بإذن الله رب العالمين. وسيدنا رسول الله اللهم صل عليه يبشرنا قائلا من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا 70 سنة وإن في الجنة بابا يقال له الريان خصصه الله للصائمين يدخل منه الصائمون. هذه صالة كبار الزوار في جنة العزيز الغفار. إن الصائمين يعاملون معاملة لا أقول VIP يوم القيامة وإنما يعاملون معاملة أرقى من الرقي ذاته لأنهم قدموا مراد ربهم على مراد أنفسهم
وحاولوا أن يتشبهوا بسكان الملأ الملائكي الأعلى، الله يدخلهم مع كبار سكان وزوار الجنة من باب مخصص لهم، لدرجة أن قال الحبيب المصطفى اللهم صل عليه: يدخل منه الصائمون من باب الريان يعني، ثم يغلق وراءهم فلا يدخل منه أحد غيرهم. أيها الإخوة، هذه العبادة نحن نقول الحياة فرص، وما أجمل الفرصة التي تأخذ بيدك للقرب من الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يفتح باب فرصة في شوال، يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أيها الإخوة، هذا هو الحد الأدنى للحسنة، الحد الأدنى عشرة أمثالها أيها الإخوة. فشهر رمضان بعشرة أشهر، ويأتي اليوم بعد ذلك بعشرة أيام، فست أيام فعشرة بستين يوم، يعني كده خلاص يبقى عشرة أشهر، هذا حق رمضان. يتبقى شهران في السنة، نغطي هذين الشهرين بصيام الستة من شوال. هذه فرصة، والحياة فرص، وما أجمل الفرصة التي تأخذ بيدك للقرب من الله رب العالمين. المهم أننا لا نضيع مكتسبات رمضان في مجال الصيام. تعودنا في شهر رمضان أيضا على القيام: ولا تحرموا أنفسكم من قيام الليل بعد رمضان. أيها الإخوة، وأرجو أن تركزوا معي: ولو أن تصلوا في كل ليلة ركعتين. حضرة النبي اللهم صل عليه يقول: من قام بعشر آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني هذا ملياردير حسنات عند الله. أيها الإخوة، أنا لا أطالبكم بأن تقوموا بألف آية، القرآن فيه 6236 آية، لا أطالبكم أن تختموا القرآن كل أسبوع، وإنما أطالبكم فقط بالمرحلة الوسط، لا بعشر آيات ولا بألف آية، أطالبكم بالشريحة المتوسطة في أهل الله الذين يقومون كل ليلة بمئة آية فتكتبوا من الذاكرين عند الله. وأبشركم: من داوم على قراءة سورة ياسين مثلا في كل ليلة، سورة ياسين 83 آية، سورة الواقعة 96 آية، سورة تبارك 30 آية، نحن الآن تجاوزنا المئة آية، بل المئتي آية، تجاوزنا مئتي آية بكثير أيها الإخوة. فمن داوم في ورده كل ليلة أن يقرأ ياسين والواقعة وتبارك، أبشروا أنتم من الذاكرين الذين يكونون على قلب رسول الله يوم العرض على الله. فلا تحرموا أنفسكم من قيام الليل بعد رمضان، لأن الأمين جبريل هبط على أمين الأرض والسماء السيد الجليل عليه الصلاة والتسليم، قال له: يا رسول الله، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهذا الخطاب بالأصالة ليس للذات المحمدية، وإنما هذا الخطاب للأمة المحمدية من خلال شخص سيدنا محمد اللهم صل عليه، لأن عندنا قاعدة تقول: الخطاب إذا وجد محلا في المخاطب حل وإلا ارتحل. ولذلك في القرآن تجد الله يقول لحضرة النبي: لئن أشركت لا يحبطن عملك،
هل هذا الخطاب يوجه لحضرة النبي؟ نحن العلماء نقول لا، هذا الخطاب موجه للمعنيين به من أمة النبي، فالله قد وجهه إلى أمة النبي من خلال شخص النبي على حد قول القائل: وكل ما أتى في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. صلوا على حضرة النبي. فالأمين جبريل حينما هبط على السيد الجليل سيدنا محمد وقال له هذا الشعار نحن المعنيون به أيها الإخوة، قال له ماذا؟ قال له اعمل ما شئت فإنك مجزي به، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الإيمان له شرف، فمن فرط في قيام الليل فقد فرط في شرف إيمانه الذي قال الله في حقه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فنحن تعلمنا من شهر رمضان وتعودنا في شهر رمضان على قيام الليل، حافظوا على الحد الأدنى من قيام الليل بعد رمضان أيها الإخوة، فخير الأعمال أدومها وإن قل، ولو أن تصلوا لله في كل ليلة ركعتين في أي وقت من العشاء إلى الفجر، ستكتبون من القائمين الذاكرين إن شاء الله عند رب العالمين. تعلمنا من شهر رمضان أيضا من ضمن المكتسبات الجميلة الجليلة النبيلة التي تعلمناها من شهر رمضان أننا جددنا العهد مع كتاب الله بعد أن كان حبيس الأرفف والمكتبات والمطابع، أصبحنا ننظر في كتاب الله ونقرأ في كتاب الله كل يوم ورد وبانتظام، حتى الحمد لله ختمنا شهر رمضان بختمات من كتاب الله، بعضنا ختم أكثر من مرة، بعضنا ختم مرة، الله يتقبل منا أجمعين. المهم ألا ندع كتاب الله بعد رمضان أيها الإخوة، ولو أن تقرأوا كل يوم ربع واحد من القرآن، القرآن فيه 240 ربع، نختم القرآن كل 240 يوم مرة أحسن ما نختمش القرآن خالص، نختم القرآن في السنة مرة لحد ما يجي شهر رمضان اللي جاي إن شاء الله على خير، أحسن ما نختمش القرآن ولا مرة. القرآن فيه 240 ربع، قراءة الربع من القرآن لا تأخذ منك سوى 3 دقائق، لا تحرم نفسك، أخرج من 24 ساعة كل يوم 3 دقائق فقط، 3 دقائق للقرآن، لكن لا تتركوا القرآن، اجعلوا لأنفسكم وردا قرآنيا يوميا بانتظام والتزام في سفركم وحضركم، في صحتكم ومرضكم، في فراغكم وشغلكم، لا تتركوا القرآن بعد رمضان، فالقرآن كلام الله. جميل جدا أن نحفظ أوراد المشايخ، وجميل جدا أن نلتزم بأذكار الصباح والمساء، وجميل جدا أن نداوم على ذكر الله، لكن صدقوني أيها الإخوة، قراءة القرآن لها عطاءات عجيبة غريبة، وما الأذكار وما الأوراد إلا مؤهلات ليرفعوك إلى مستوى كلام الله رب العالمين. يعني الأذكار اللي احنا ملتزمين بها شيء جميل، لكن هذه الأذكار مرحلة توصلك إلى مرحلة أرقى وأتقى وأنقى، هذه المرحلة هي أن تتلقى القرآن عن الله، أن يخاطبك الله. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، القرآن كله خطابات موجهة لك من خلال حضرة النبي، لأن القرآن كله إما كلام لحضرة النبي وإما كلام عن حضرة النبي، اللهم صل عليه. فما الأذكار وما الأوراد إلا أن تأخذ بيدك إلى مستوى القرآن فتقرأ القرآن،
فالله يحققك بسر مدلول عطاءات قوله لسيدنا محمد: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وحضرة النبي اللهم صل عليه يقول: خير عبادة أمتي قراءة القرآن. ومن أراد أن يتواصل مع الملأ الملائكي الأعلى ويراهم ويرونه ويحادثهم كما ثبت في الصحيح، فعليه بأن يلتزم وردا يوميا من القرآن بانتظام والتزام. حتى حفظة القرآن المشايخ والقراء يفهمون كلامي، بل يعيشون كلامي. نحن حفظة القرآن، لو تركنا القرآن أيها الإخوة لنسيناه. لابد، شوف احنا حافظين القرآن منذ نعومة أظفارنا ومن يومها حتى اليوم. لازم كل يوم يكون لنا ورد يومي من القرآن لا يقل عن جزء بحال من الأحوال، ولا بد أن نقرأه غيبا من غير مصحف، وإلا نسينا القرآن. القرآن عزيز، القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا انشغلت عن القرآن تركك القرآن، وإذا أقبلت على القرآن بكلك أعطاك بعضه. أعطي القرآن كلك يعطيك بعضه، لأنه عزيز. تعاهد القرآن والكلام لسيدنا محمد اللهم صل عليه، تعاهد القرآن يعني حافظوا على القرآن كل يوم ورد بانتظام والتزام بالترتيب أيها الإخوة. نعم، دعكم من العشوائية في طريق السير إلى الله. العفريت الأول، الحجاب الأكبر في طريق سيرنا إلى الله، العشوائية اللي هو إيه؟ مش فاكر أنا واقف فين في الختمة فأقرأ أي شيء وخلاص. لا لا لا، كونوا منظمين، منتظمين، ملتزمين، مرتبين، مهندمين في إقبالكم على الله. الله يحب ذلك منكم، الله لا يحب العشوائية في طريق السير إليه. صدقوني أيها الإخوة، العشوائية في طريق السير إلى الله لها انعكاسات ظلمانية على الروح. تعاهدوا القرآن، كونوا مرتبين وملتزمين. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا، يعني القرآن لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أيها الإخوة، حضرة النبي اللهم صل عليه يقول: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أشد من سورة في القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. مع أن النسيان هذا عذر شرعي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا كلام النبي اللهم صل عليه. فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ أقول لك التوفيق بين هذا وذاك يأتي بسر لطيف بعد أن تصلي على الحبيب الجليل اللهم صل عليه. متى أنسى القرآن؟ إذا أهملته، فالله يعاقبني على الإهمال. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أشد من سورة في القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. النسيان في حد ذاته عذر شرعي، لكن متى يصل الإنسان إلى حد النسيان بالنسبة للقرآن؟ إذا أهمل القرآن. والله لا يحب منك أن تعق نعمته. كن ربنا يعطيك القرآن، هذه نعمة ما بعدها نعمة، لدرجة إن حضرة النبي اللهم صل عليه ينبهنا إلى هذا السر ويقول: من أعطي القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. من أوتي القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، إلا أنه لا يوحى إليه الكلام لسيدنا محمد اللهم صل عليه. فإذا بوأك الله هذه المنزلة ثم عققت هذه النعمة بالإهمال والترك لدرجة أنك نسيتها، قال كذلك اليوم قال إيه؟ أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني أهملتها تركتها. اليوم الجزاء من جنس العمل. تعاهد القرآن أيها الإخوة بعد رمضان. أسيد بن حضير الصحابي الجليل يقول: كنت يوما في مربدي، المربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر، قال: فشرعت أقرأ في القرآن فجالت فرسي،
يعني الفرس تحركت حركة غريبة غير معتادة. قال: فسكت فسكنت، ثم شرعت أقرأ فجالت، فسكت فسكنت، ثم قرأت فجالت، فسكت فسكنت، وخشيت أن تطأ ولدي يحيى. كان ابنه نائم في هذا المربد، فخشي على ابنه من هذه الفرس التي تتحرك حركة عجيبة غريبة. قال: فلما خرجت من مربدي نظرت فإذا مثل الظلة، يعني سحابة هبطت فيها مثل السرج، فيها قناديل كهذا النجف الجميل معلق في هذه الظلة. قال: فلما سكت عن القراءة أخذت ترتفع شيئا وشيئا حتى ما أكاد أراها. فلما أصبح الصباح دخلت على رسول الله اللهم صل عليه، فقصصت عليه ما رأيت، فقال لي: يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لاستماع قراءتك، ولو ظللت تقرأ لأصبح الناس يرونها ما تتوارى منهم. فلا تحرموا أنفسكم من هذه العطاءات يا إخوان الكرام. البيت الذي فيه حامل القرآن ينصب أو تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة. أي بيت فيه واحد حافظ لكتاب الله هذا يكون نقطة تجمع للملائكة، إشارات مرور للملائكة، مستودع لتنزلات الملائكة. العمارة اللي فيها أكثر من 100 شقة لكن فيها شقة واحدة فيها واحد حافظ القرآن، هذه العمارة تحفظ كلها أيها الإخوة بكل سكانها على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، لأنهم جاوروا حامل القرآن حتى يوم القيامة. لأن البطولة أن يكون ابنك سند لك في الآخرة مش في الدنيا بس، هي دي البطولة والله، هي دي التربية، التربية الحقيقية أن يكون ولدك نعمة العون والسند والظهر لك في وقفتك بين يدي الله يوم القيامة. وحضرة النبي اللهم صل عليه حينما أراد أن يفسر لنا قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قال الحبيب: إلا صاحب القرآن، فإنه يهرول يوم القيامة بحثا عن والديه ليلبسهما تاج الوقار. هذه البطولة أيها الإخوة. فالقرآن جددنا العهد معه في شهر رمضان، فلا تتركوا القرآن بعد رمضان ولو أن تقرأوا جزءا يسيرا منه كل ليلة، لكن بانتظام. اعمل لنفسك حد أدنى لا تنزل عنه، لا في السفر ولا في الحضر، لا في الصحة ولا في المرض، لا في الفراغ ولا في الشغل. أوصيكم بذلك أيها الإخوة، لا تحرموا أنفسكم، أرجوكم أرجوك، الحياة فرص والعمر قصير، والله الدنيا ما فيها وسع ولا العمر فيه وسع اللي احنا نضيع هذه الأوقات هباء منثورة. صلوا على حضرة النبي اللهم صل عليه. كذلك تعلمنا في شهر رمضان أيها السادة العطاء، الإنفاق، السخاء. وكان رسول الله اللهم صل عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلا تحرموا أنفسكم أيها الإخوة من صدقة السر وصدقة العلانية، وإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الصدقة. أيها الإخوة، داووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. نصحاني أحد مشايخي وقال: الحسد والسحر والأعمال لا يدرأه عنك إلا الصدقة. قلت له: وما تفعل الرقية؟ قال: الرقية تحصين، لكن إذا أصبت لا سمح الله، لا قدر الله، بسحر أو حسد أو عمل من الأعمال، هذه الأعمال الشريرة، قال: إذا أردت أن تعالج منها علاجا فوريا سريعا ناجزا فعليك بالصدقة. قلت له: كيف يا شيخ؟ قال: الصدقة تطفئ غضب الرب، أفلا تطفئ غضب المرض والشياطين عليك؟ والله الصدقة لها سر عجيب حتى يوم القيامة.
يوم القيامة كل الناس عرايا مكشوفين، مكشوف عنهم الستر إلا المتصدقين، فإن كل إنسان يسير في ظل صدقته يوم القيامة. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الدرس بعد رمضان. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء مناجيا ربا إذا ناديته ما ضيعك. وحد الله واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، إن للشدة مدة ثم يلقى المرء سعدة، فاصطبر تلقى انفراجا، فاصطبار المرء عدة، لم يدم قط بلاء فرج من ربك رفدة، أحسن الظن وأيقن أن كل الأمر عنده، وإذا ما شاء شيئا لا يطيق الخلق رده، ومع الإعسار يسر ثم يسر جاء بعده، وإذا أعياك هم وتعدى الأمر حده، قم بجوف الليل سرا واسأل الرحمن وحده، كل ما ترجو قريب حاصل تدنيه سجدة، إن وعد الله حق ينجز الرحمن وعده. فوحدوه. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله. قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدًا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل، صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها يفرج كل كرب فادح، وتكون ذخرا في المعاد عظيمة، يجزيك عشرا عن صلاتك مرة، وتنال عزا في الحياة مقيمة. صلى الإله على الحبيب بفضله، وحباه قدرا من لدنه عظيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، الآن قطعنا 24 دقيقة في هذه الدروس التي تعلمناها من شهر رمضان، وقلت لكم هذه هي الرسالة الأولى، لا تضيعوا مكتسبات رمضان، لا تخسروا أرباح رمضان. الرسالة الثانية، من أراد أن يستمر في أجواء رمضان، وهذه أختم بها أيها الإخوة سريعا، من أراد أن يستمر في أجواء رمضان وأن يجبر النقص الذي ابتلي به في شهر رمضان، وأن يستصحب معه طوال السنة نفحات وعطاءات وإشراقات رمضان، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يدمن الصلاة والسلام على الحبيب العدنان. لماذا؟ أيها الإخوة، فتح الله علي بعدة أسرار تربط ما بين العبادتين، ما بين عبادة الصيام وما بين عبادة الصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم صل عليه. من ضمن الأسرار والأنوار وأوجه التشابه التي تربط ما بين العبادتين، إن عبادة الصيام هي العبادة البدنية الوحيدة التي أضافها الله إلى ذاته، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فإنه لي. والعبادة الروحانية الوحيدة التي بدأ الله فيها بنفسه هي الصلاة والسلام على حضرة النبي، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصيام أضافه الله إلى نفسه، والصلاة والسلام على خير الأنام بدأ الله فيها بنفسه. السر الثاني، أن الصيام هو العبادة البدنية الوحيدة التي لم يرتب الله ثوابها بالحسنات، بل قال فإنه لي وأنا أجزي به. الله قال لك كل العبادات لها قانون إلا عبادة الصيام، هذه العبادة عندي، كما أنزل هذه البلدة في يوم، إذا قصر أحد الناس في حقي فأتاني كبير هذه البلدة وقال
هذا الأمر عندي يا مولانا، عندي والله ما أستطيع أن أتكلم حرفا واحدا بعد أن قال لي هذه الكلمة، عندي خلاص. الله هو الذي قال لك هذه العبادة، عندي، فإنه لي وأنا أجزي به. فأبهم الله ثوابها، ولم يشأ ربك أن يترجم الثواب إلى حسنات، كأن ربك يريد أن يقول لك إن ثواب الصيام لا يقوم ولا يقيم بحسنات الأولين والآخرين، فقط صم فصيامك عندي، فإذا كان صيامك عندي فأنت في ضماني وأماني. وكذلك الصلاة والسلام على حضرة النبي اللهم صل عليه، ثوابها ليس الحسنات، وإنما ثوابها الأصلي أن الله يصلي على كل من صلى على سيدنا محمد اللهم صل عليه. وبناء على ذلك فعبادة الصيام هي العبادة البدنية الوحيدة التي لن يدخل ثوابها في سداد الديون يوم القيامة، لأن احنا اتفقنا ان ثوابها ايه؟ مش حسنات. وسداد الديون يوم القيامة يكون بواسطة العملة الرسمية يوم القيامة، كذلك ثواب الصلاة والسلام على حضرة خير الأنام اللهم صل عليه لن يدخل في سداد الديون يوم القيامة. ولذلك في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ لما تقرأ في روايات الحديث، معظم روايات الحديث ما فيهاش الصيام، قال لك المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ما فيهاش صيام، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فني إلى آخر الحديث، أنتم تحفظون الحديث أيها الإخوة. لكن الصيام، الصيام رصيد مجنب تستند إليه وتتكئ عليه ساعة الطوارئ يوم العرض على الله يوم القيامة. كذلك من أوجه التشابه الجميل جدا ما بين العبادتين، إن عبادة الصلاة والسلام على حضرة النبي شيخ من لا شيخ له، فهي تهذيب للنفس. زي الشيخ المتقي الهندي ألف كتاب اسمه إيه؟ هداية ربي عند فقد المربي. لو مش لاقي شيخ يربي روحك تعمل إيه؟ ما هو بديل الشيخ؟ ما هو بديل المربي؟ أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي اللهم صل عليه. طب الصيام، قال لك ما هو الصيام تهذيب للروح، لكن الفرق بين تهذيب الصيام وتهذيب الصلاة والسلام على خير الأنام أن الصوم تهذيب بالحرمان، والصلاة والسلام على العدنان تهذيب بالتحنان بالحنان بالامتنان. ولذلك الصيام تأديب تأديب مشروع أو حرمان مشروع، وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع. كذلك من أوجه التشابه أيها الإخوة بين العبادتين، إن عبادة الصلاة والسلام على حضرة النبي تجمع الملأ العلوي مع الملأ السفلي، ولذلك ربنا قال إن الله إيه؟ وملائكته يصلون على النبي. وكذلك عبادة الصيام فيها تشبه بالملأ الملائكي الأعلى، فإذا كان الملائكة يصلون على سيدنا محمد فهم في نفس الوقت لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، فإن الصائم المصلي على سيدنا محمد اللهم صل عليه فيه تشبه بالملائكة. فمن أراد أن يستصحب نفحات رمضان فليدمن من الصلاة والسلام على الحبيب العدنان. أيها الإخوة، هذه بعض الأسرار التي تجمع ما بين العبادتين، ونسوق هذه البشرى لكل إنسان يريد الصيام ولا يستطيع الصيام. ما هو العبادة؟ ما هي العبادة البديلة للصيام؟ أن تصلي على خير الأنام اللهم صل عليه. الطبيب نصحك بألا تصوم، ماذا أفعل يا مولانا؟ أنا أريد أن أحصل ثواب الصيام في يوم عرفة، في يوم عاشوراء، الاثنين والخميس، الأيام البيض من كل شهر، وهكذا، ماذا أفعل؟ الطبيب نصحني بعدم الصيام. ما عليك إلا أن تكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام. كما رأيتم أيها الإخوة هذا التشابك والتشابه والترابط الوثيق بين عبادة الصيام وبين عبادة الصلاة والسلام على خير الأنام اللهم صل عليه. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها،
وعلى الكرار أبي الكرم والزهراء وأبناها. خير الخلق هو الهادي، نور الكون به بادي، عم الناس بإرشادي، أزكى الخلق وأرضاها. قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه، عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها. يوم الحشر لنا ينفع، عند الله لنا يشفع، رب العرش به يدفع كرب الخلق وبلواها، صلى الله على طه. إن شئت أيها الإخوة يا من بحثت عن العطور جميلها، ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا، وهو الدواء إذا غدوت سقيما، هو قول رب الخلق في قرآنه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم يا رب نسألك في هذه الساعة لا أن تكون ساعة إجابة، يا رب لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وفرجت كروبنا، وسترت عيوبنا، وأصلحت قلوبنا. يا رب يا رب في يوم الجمعة نسألك بحق هذا المكان وبحق هذا الزمان عندك أن ترحم أمواتنا، وأن تغفر لنا ولوالدينا. رب ارحمهم كما ربونا صغارا، وألحقنا بهم على خير حال. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. يا رب اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. يا رب أسمعنا ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح بالنا وأحوالنا. يا رب اهدنا سبل السلام، وارزقنا حسن الختام، وأبلغ حبيبك وآل بيته منا السلام، ووفقنا لعبادة الصيام، وحققنا بمعية الحبيب خير الأنام في اليقظة والمنام، واجمعنا قريبا يا رب في بلدك الحرم وفي روضة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا رب اكفنا شر كل ذي شر، اللهم لا تكلنا إلى غيرك، لا تجعل حاجتنا إلى أحد سواك، اجعل حاجة الناس إلينا، واملأ قلوبنا برا وعطفا على عبادك. استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا في خدمتك على الوجه الذي يرضيك عنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا رب يا رب يا رب نسألك في هذه الساعة أن تقبلنا في ساعتنا هذه أجمعين. هب المسيئين منا للمحسنين، من بالسكينة والطمأنينة على قلوبنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا رب يا رب نسألك في هذه الساعة يا رب أن تكتبنا من السعداء، أن تكتبنا من المقبولين، من المجبورين، من المستورين، من المنصورين. آمين بجاه الأمين وآله الميامين وصحبه المكرمين، وأقم الصلاة.